بعد ما خلصت سندوتش الطعمية بتاعي قلت لازم أعمل فيلم عن مصر. فيلم يجنن. وبعدين قلت ياض هات كتاب التاريخ كده وعرفهم مين هي مصر. خلينا في البداية نتفق إن الفيديو ده مش دعوة للتفاخر ولا وصف مصر بأنها المدينة الفاضلة، ولكنه مجرد فيديو لسرد شوية حقائق موجودة وعايشة بينا من آلاف السنين. مصر تاني أقدم دولة في العالم بعد العراق، ومساحتها 1,200,000 كيلومتر مربع، وكمان عمرها أقدم من 7,000 سنة. عندنا كمان أضعاف الأضعاف من العلماء والعمال والفلاحين والأدباء والفلاسفة. المهم قلت أدور كده وأسرد لك شوية أسماء بسيطة. خد عندك يا سيدي مصطفى مشرفة ومصطفى محمود ومصطفى السيد، ودول اللي لقيتهم في مصطفى بس. فتخيل بقى معايا باقي الأسماء هتعمل فيك إيه. ده غير زويل ومجدي يعقوب ومشالي وأم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم حافظ، وناس كتير جامدين كده. وعندك عبد الباسط عبد الصمد والحصري ومحمد رفعت والشعراوي. لو قعدت أقول لك على أسامي فأنا محتاج حلقة طولها 7,000 سنة، بس على الأقل خليني أقول لك إن مصر في أسوأ فتراتها وأزماتها حازت على جائزة نوبل 3 مرات. شوف يا صاحبي، مصر مش دولة احتكت بالتاريخ، مصر هي التاريخ، أقدم حضارة عرفتها الإنسانية. مصر هي الدولة الوحيدة اللي تاريخها علم بيدرس في كل الجامعات، واسمه علم المصريات. لما كان كل سكان الأرض بيسكنوا في الكهوف وبيناموا في الطل، كان المصريين القدماء عايشين في القصور والقلاع والمعابد اللي بنوها بأعظم هندسة معمارية من الحجارة والذهب والفضة. ولو جينا لذكر مصر في الأديان فهي الأرض الوحيدة اللي ربنا سبحانه وتعالى تجلى فيها وكمان كلم نبي من أنبيائه فيها. الدولة الوحيدة اللي ذكرت بشكل صريح في القرآن الكريم هي مصر، والدولة الوحيدة اللي اقترن اسمها وشعبها بمباركة ربنا سبحانه وتعالى في الإنجيل برضو مصر. مصر كمان هي اللي علمت العالم الكتابة، ونشأ من أهلها سيدنا إدريس عليه السلام اللي كان أول من خط بالقلم في التاريخ. كمان هي الدولة اللي لجأ ليها سيدنا إبراهيم من ظلم أهله، ولجأ ليها سيدنا يعقوب وإخوات سيدنا يوسف من المجاعة، وكمان لجأت ليها السيدة العذراء وسيدنا المسيح عليهما السلام، كمان لجأ ليها آل البيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما تمت مطاردتهم في العراق والشام. حتى إن السيدة زينب دعت لمصر وشعبها وقالت: يا أهل مصر، نصرتمونا نصركم الله، وآويتمونا آواكم الله، وأعنتمونا أعانكم الله، وجعل لكم من كل مصيبة فرجا ومن كل ضيق مخرجا. المرأة المصرية خرجت من بلدها مرتين، مرة تزوجت خليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه السلام، وأنجبت له سيدنا إسماعيل عليه السلام، ومن نسله أتى كل العرب، وكونت أمة وشرعت منسك من مناسك الحج وهو السعي بين الصفا والمروة. والمرة الثانية لما خرجت السيدة ماريا القبطية لتتزوج خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنجبت له ولده الوحيد عشان تخلي للمصريين مكان في بيت النبوة. وعلى مدار 7 قرون كان لمصر شرف صناعة قصة الكعبة، وكانت بتتنقل من مصر للأراضي المقدسة في أجواء احتفالية، وكان بيحضرها كبار رجال الدولة ورؤساء الدولة.